أهلا بكم في مرايا. الفرق بين العالم المتحضر وسواه، الإنسان ونقيضه، هو حكم القانون والتقيد به. فلولا الضوابط والحواجز لفنيت المجتمعات وهلكت الجماعات وأكل الناس بعضهم بعضا. من أجل ذلك ومن أجل استخلاص الدروس من المآسي التي ألمت بالبشر وعلى رأسها الحروب المفنية، وضعت القوانين الدولية وصيغت الاتفاقيات الملزمة وأقيمت المؤسسات الدولية التي ترعى فعالية هذه القوانين. كل هذا هو ما نسميه الآن الشرعية الدولية. السعودية كانت مؤسسة لهذه الشرعية الدولية عام 1946 من خلال المؤتمر التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة. كانت مساهمة مؤثرة وعميقة كون السعودية دولة كبرى في الإقليم، وأيضا كونها أهم دولة للمسلمين لاعتبارات عدة، منها أنها حاضنة الحرمين ومهد الإسلام كما هي للعرب كذلك، فهي جزيرتهم الأولى، ورحموا لغتهم وذاكرتهم. بقدر التزام الدول بسقف الشرعية الدولية بقدر ما تتعمق جذورها ويتمتن بناؤها، والعكس صحيح. فالدول المتمردة المتشاقية على الشرعية الدولية تكسب سريعا، لكنها مكاسب قاتلة. نفس هذه المكاسب تأكل في أساس هذه الدول مع المدى. صحيح أن التقيد بما اتفقت عليه الأمم منذ حوالي 70 عاما لتأسيس منظمة الأمم المتحدة يقيد الحركة، حركة هذه الدول المتقيدة بالقانون، يقيد حركتها ونشاطها قليلا، ويجعل الدول الخارجة على هذه الشرعية حرة الحركة، ولكنه يعمق شرعية الحركة للدول الشرعية إن تحققت. ولما نبعد كثيرا، ألم تصبر دول التحالف العربي كثيرا على انفلات إيران في اليمن وفوضاها وعربدتها؟ ولكن الآن ها هي تكسب، دول التحالف تكسب المعركة، معركة الشرعية الدولية التي تصبغ الآن رداءها على كل ما يفعله التحالف الدولي في اليمن، فهو تحت مظلة الشرعية الدولية. قبل هذا وبعد هذا، من أين أتت فكرة الشرعية الدولية هذه؟ في عام 1648 أسست معاهدة ويستفاليا الشهيرة مبدأ سيادة الدول واستقلالها، وأنهت الحروب الأوروبية التي استمرت 30 عاما. نصت المعاهدة على احترام سيادة الدول والكف عن التمدد العسكري. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 تأسست هيئة الأمم المتحدة من أجل حفظ السلم الدولي ووقف الحروب. بادرت السعودية إلى الانضمام إلى الأمم المتحدة وأصبحت عضواً مؤسساً في المنظمة. قدمت السعودية دعماً مالياً متواصلاً لبرامج الأمم المتحدة لحماية السلم وتعزيز القانون الدولي. دأبت السعودية على العمل وفق مظلة الأمم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2216 حول الانقلاب الحوثي في اليمن. السعودية هي الدولة رقم 45 التي وقعت على ميثاق التأسيس للأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو الشهير. الوفد كان يرأسه الملك فيصل بن عبد العزيز في حينها، بمهمة طبعا كلفه بها والده المؤسس الملك عبد العزيز. كان فيصل وزيرا للخارجية. منذ تلك اللحظة والسعودية كغيرها من الدول المؤسسة لهذا العقد الدولي العظيم تحرص عليه وترعاه وتصدر عنه وتجادل به وتساجل من يخالفها على أساسه، كما حصل حين وبخت العالم ومجلس الأمن بسبب تخاذله عن مسؤولياته في سوريا. وفي هذا نتذكر ما قاله الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه في قمة الألفية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك عام 2000. قال، وهو كان وليا للعهد حينها، أن بلادي تعتز بأنها إحدى الدول المؤسسة لهذا الصرح الكبير الأمم المتحدة، وتفخر بأنها كانت ولا زالت عضوا نشطا وفعالا تجاه أعمالها ومهامها، وتؤكد أي السعودية اعتقادها الراسخ أن الأمم المتحدة تبقى أمل البشرية الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق تجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب، رغم ما قد يشوب آليات العمل من شوائب أو يعترض عملها من عقبات أو صعاب. إذن هكذا تكلمت السعودية، فكيف يتكلم غيرها؟ أنصار الله هم جزء من أمة إسلامية، وإن تسطروا المشهد فلا تحويهم طائفة ولا يحويهم مذهب، وليس لهم حدود. يعني حدودنا كما أسلفنا بحدود القرآن الكريم وبحدود الأمة العربية والإسلامية ونصرة المظلومين والمستضعفين في كل بقاع العالم. يعني هذا السلك الآن لا يعني لك شيء؟ لا يعني شيء طبعا.
هذا كان ضيف الله الشامي، قيادي حوثي معروف، وكان يتحدث لقناة البي بي سي مشيرا لحدود السعودية أو السلك كما عبر، باستهتار وافتخار بهتكه. وهذا المنطق يقول الكثير عن منطق الدولة ولا دولة. إن الحل في اليمن لا يمكن الوصول إليه إلا بانصياع للإجماع الدولي برفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، بما في ذلك الانسحاب الحوثي المسلح من كافة مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة الشرعية من القيام بمهامها الشرعية، أخذا في الاعتبار أن أمن اليمن وأمن دول مجلس التعاون هو كل لا يتجدد. هكذا تتكلم الدول التي هي جزء فاعل من الشرعية الدولية، حتى ولو أخذ تحقيق المراد وقتا وجهدا. وها هي الآن في اليمن لا تدافع، أي هذه الدول وعلى رأسها السعودية، عن نفسها وأشقائها فقط، بل إن هذا التحالف يحمي الشرعية الدولية نفسها ويقاتل بتفويض منها. وقد كان للسعودية صوتها الجهير في قاعات الأمم المتحدة. أود أن أؤكد على أن المملكة العربية السعودية قد سعت منذ بدء الأزمة في سوريا إلى إيجاد حل سلمي لها وكفالة المساءلة لكل من تلطخت يداه بالدم السوري، وأن يطلع الشعب السوري بدور ريادي في هذا الصدد. ولكن وبعد مضي 3 أعوام على النزاع في سوريا وكرسي السلطة ينبسط على جماجم الأطفال وصرخات الأبرياء، ما زال المجتمع الدولي عاجزا عن أن يتحمل مسؤولياته نحو حماية شعب يتعرض للاضطهاد والقتل، ومحاسبة رموز السلطة المسؤولين عن مقتل أكثر من 140,000 مواطن. لا بد للناس من تفاهم ومواثيق يتفقون عليها، وسكان الأرض وأمم الدنيا تمثل ديانات وثقافات وتواريخ واتجاهات وقوميات كثيرة أحيانا متنافرة، ودون قانون ينظم علاقات هذه الأمشاج من البشر تخرب الأرض ويتهدم معمارها ويستباح كل محرم. قال الشاعر العربي القديم الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إلى اللقاء.